طيب لو احنا هنتكلم شويه كده عن رمضان، مش هقول دلوقتي وزمان، انا هقارن بس بالسنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت كارثيه. الحمد لله ان هي خلصت، ولكن فعلا رمضان السنه اللي فاتت دايما احنا عارفين رمضان بيجمعنا، السنه اللي فاتت ما جمعناش. ايه برضو اللي هتعوضه بقى ناوي السنه دي بما ان الموضوع هدي شويه؟ في ناس معينين، في حاجات معينه حضرتك عايز تعملها رمضان ده؟ طبعا احنا بدانا ناخد شويه على ربنا يحفظنا يعني على الكورونا، وبدانا نعرف اولها من اخرها الى حد كبير يعني، فناخد محاذيرنا الى حد كبير. فالسنه اللي فاتت كان في خضه شويه وكان في شده، فكان الناس بتسامحنا في اننا مش عارفين نروح نفطر طبعًا في الحته الفلانيه او الكلام ده، او هم نفسهم كمان خايفين من النزول والكلام ده. السنه دي في وعود بقى يعني انا بديها للاصحاب والاصدقاء والكلام ده والاهل ان احنا نتلم. لسه دلوقتي الحمد لله كنت مع اخواتي كلهم، خصوصا بعد وفاه والدي الله يرحمه في يناير. اول مره نفطر من غير والدي يعني الله يرحمه توفى. فجمعتهم كلهم النهارده وكنا بنفطر مع بعضينا كلنا النهارده الحمد لله. احساس جميل، احساس لطيف جدا يعني. هو يعني سؤال هود بقى اثار فضول انا شخصيا ان انا اعرف، لا تعالى بقى نعمل مقارنه بين رمضان دلوقتي ورمضان زمان. واحنا حضرنا رمضان ايام ما كان كل تفاصيله فعلا بتقول ها ده الشهر اللي احنا بنستناه فعلا من السنه للسنه. طبعا الخير بتاع الشهر موجود وبركته موجوده، دي ما فيهاش اي مساحه للتغيير، لكن هل لاحظت ان في حاجات اتغيرت، خدت شكل تاني، اختفت حاجات معينه، استجدت؟ التكنولوجيا والله صح. للاسف. ودي حلته ولا بوخته؟ بوخته. بوخت كل حاجه. يعني انا يعني انا اسف، هيبقى يوم اسود بالنسبه لي لو مفيش حاجه اسمها تلفزيون. فدلوقتي بداوا يتكلموا على ان السوشيال ميديا بتلغي التلفزيون، اللي خلاص ما اعرفش ايه التكنولوجيا، ما اعرفش عامل الكلام ده. انا اولد فاشن قوي، انا بحب التلفزيون، انا بحب الجرايد. طبعا بحب الجرايد الورقيه، بحب امسك. دلوقتي في موضه جديده استاذ كريم، ان كل حد بعت له السكريبت على الايميل بتاعه او على الواتساب والكلام ده يقعد يذاكر والكلام ده. لا انا لازم ورق طبعا. انا لما يجي لي في مكتبي ولا الكلام ده اي حد يقول لي هبعت لك الحاجه على الايميل مش هقراها. لازم ورق. انا متعود يعني ده على طول، وجرايد والكلام طبعًا. ده فرمضان برضو شكله اتغير، الجيل شكله اتغير. يعني لما نيجي نتكلم على اي احداث في الحاجات بتاع زمان واستمتاعنا البسيط صحيح. بس اديه هو جميل طبعًا. ان انا عشان كل طفولتي وشبابي كان في الزمالك، سكنتي في الزمالك okay. فكنت بروح بولاق ابو العيله عشان اشوف رمضان لانها اقرب حاجه لينا. كنت طبعًا. بروح امبابه، الاماكن العظيمه الشعبيه دي السهرانه. كنت بروح لاصحابي بقى ايام جامعه السيده زينب، بروح حسين، بروح حلوان، كنت بروح الكلام ده واشوف رمضان بقى واشوف الفوانيس اللي متركبه في الشوارع طبعًا. والحواري والأزقة والحاجات دهيت. فده ما كانش في الزمالك. الزمالك كل حد بيسهر في بيته ليل الصبح في هدوء حوالينا سفارات حي الوزير الفلاني. عمر رمضان عشان تحس بيه لازم تروح منطقة شعبية طبعا. فعلا صحيح طبعا. كنا لازم نروح نسهر بعد يعني. أنا فضلت حتى بعد ما اتجوزت ليا واحد صاحبي لازم متعودين أنا وهو نروح نفطر في أي محل في الدنيا يوم كده، ونروح مخلصين فطار ده واخدين تاكسي قبل الشهرة بقى قبل كل الكلام ده، واخدين تاكسي ورايحين على الحسين نقعد على الفيشاوي لغايه الصبح، لغايه ما الفجر يدا نروح مصليين في الحسين ونروح مروحين. ده بيحصل بقى دلوقتي بعد النجوميه دي كلها صعبه اكيد اطلاق اكيد. بس شارع المعز لسه دلوقتي وفي تجديدات كتيره جدا حصلت، يعني الروح ابتدت ترجع. يا سلام على جماله. لا بجد بصراحه التجديد اللي حاصل دي حاجه في منتهى الاحترام، والسفلته والنظافه، فهي انا بحس ان الاجواء لسه موجوده، وفكره ان في اقبال شديد كمان عليها، ده فكره ان في تعطش، الناس حابه الاجواء دي جدا، حابه العوده. موجوده عند الناس دهيت. بس انا اعتقد ان رمضان كمان اختلف في الريف، لان الريف دلوقتي فيه سوشيال ميديا. احنا عايزين نلغي السوشيال ميديا والله العظيم. اختلف كمان في الريف، اختلف. هو طبعا مش زي جاردن سيتي والزمالك والكلام ده مش عارف ايه، بس في النهايه برضه اختلف عن زمان. انه كان فعلا المشهد اللي في فيلم اكس لارج اللي هو بتاع الطبق اللي بيلف على البيوت طبعا صحيح، في دلوقتي ده موروث عند المصريين من زمان. موروث عند المصريين، طبق القطايف او طبق الكنافه او طبق الجلاش، طبق الحلو او الحادي او الكلام طبعًا. ده اللي بينزل فنانه كبيره نعم سلوسه لما ردت على الفنان كبير حلمي يعني وقالت له الطبق دوت من اول رمضان بيلف، لدرجه ان احنا نسينا الطبق بقى بتاع مين. مش مهم الطبق بتاع مين، بس هو بيلف كبير بيفضل يلف كده.